عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سمسمة. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هنتكلم على حاجة جديدة وهي مكوات الشعر بالبخار رش برش. أنا بوريكم شكل الكيس اللي جالي فيه من شركة أرامكس، جات لي تقريبا أنا مش متذكرة قوي بعد اسبوع او 8 ايام 9 ايام في الحدود دي. ده الكيس بتاعها، مكتوب عليها رش برش، ده الرقم الساخن، ومن الناحية التانية عليها البوليصة بتاعة الاستلام بتاعها. معاكم نفتح العلبة مع بعض. انا فتحت الكيس، فيها علبة كرتون عليها شكل المكوى، والعلبة هنشيلها، فيها علبة تانية. العلبة التانية اهي، تمام، فيها المكوى، ادي شكل المكوى. هي في منها الوان كتير، في منها الاسود، في منها الاركواني، في منها الابيض، مش عارفة الابيض موجود ولا لا، وفي منها الاحمر. ادي الاحمر، انا اخترت لون الاحمر لان حسيت ان هو اشيك لون مع الاسود. طبعا هي متينة جدا، ملمسها حلو جدا، فيها ده خزان المية او الزيت. الخزان ده يا اما بنستخدمه بنحط فيه مية لو هنستخدمه كبخار، وبنحط فيه زيت الارجان اللي جاي معاها هدية لو هنستعمله بالزيت. طريقته سهلة جدا، هو فيه زرار جنبه هنا بنرجعه لورا ونسحب الخزان بيتفتح معانا على طول. في هنا زي كاوتشة بنشيلها ونحط فيها السائل اللي هنحطه سواء مية او زيت. نرجع نركبها تاني اهي. طيب هنا معانا المكوى، فيها هنا درجات الحرارة 300 340 370 410 450 فهرنهايت، دي اقصى درجة فيها. فيها مؤشر اللي احنا بنزود او نقلل درجة الحرارة. طبعا لو اول ما نفتحها ونختار درجة حرارة معينة بنسيبها يعني حوالي 30 ثانية عمال ما تستقر على درجة الحرارة. في هنا زرار للأون والأوف، تمام. في هنا هنلفها في الناحية التانية، في زرار هنا عشان نتحكم في البخار لو انت عايزة تستعمليها ببخار. لو انت عايزة تستعمليها جافة مش هتفعلي زر البخار، وهو درجتين، في درجة واحد ودرجة اتنين. السلك بتاعها طويل جدا، ودي حاجة كويسة جدا. طيب هتيجي هنشوف بقية مكونات العلبة ايه معاها. زي قطرتين كده، دي واحدة بنحط فيها المية عشان نقدر نحطها في الخزان، والتانية زيت الأرجان الأصلي بس الخاص برش. هما منبهين جدا، وانا قبل ما اشتريها منبهين ان احنا منحطش اي انواع من الزيوت في الخزان بتاع المكوى. وزيت الأرجان ده معمول في صورة سائلة زيادة عشان يقدر يطلع من فتحات البخار في المكوى، فما تحاولوش ان انتوا تحطوا اي انواع تانية سواء زيوت تانية او زيت ارجان تاني، لازم الزيت المخصص الجاي معاهم. دي هدية مع المكوى. المكوى انا جبتها كان تمنها حوالي 1300 جنيه، طبعا بينزل بعدها عروض كتير، نزل عليها عروض كتير بعد كده، ساعات بسعرها بيطلع وساعات سعرها بينزل على حسب الوقت اللي انتوا هتشتروها فيه. تعالوا نشوف ايه تاني موجود في العلبة. هنفتح كده معاها جلافز مكتوب عليه رش برش، ده عشان لو المكوى سخنة وانتي ماسكاها فبتلبسيه. هي لفتة ظريفة منهم، بس انا يعني انتي بتخلي بالك وما تمسكوش، لان انا بحب امسك الحاجة بايدي، بس الجلافز مهم جدا لو انتي مش بتتحملي الحرارة او ايدك جت بالغلط عليه فممكن طبعا تتلسعي، فالجلافز مهم جدا لسه مش متمكن من المكوى. معاها تاني، معاها مشبكين للشعر عشان تقسمي شعرك وانتي بتعمليه، برضو مكتوب عليهم رش برش.
اهو طبعا هم عمليين جدا لان فعلا الواحد بيحتاجهم. معاها كمان خزان تاني، ليه خزان تاني مع ان معاها خزان اولاني؟ افرض الخزان باظ منك او الكاوتشة اللي تحت دي باظت منك، وفي سبب تاني ان ممكن تعملي واحد للمية وتعملي التاني لزيت الارجان، بحيث لما تحبي تبدلي بينهم مش معقولة هتحطي الاتنين على بعض. معاها طبعا كتالوج الاستعمال باللغة العربية وباللغة الانجليزية، تمام، ومعاها في كيس فيشة لو انتي خارج مصر. طبعا الفيش هناك بتبقى ثلاثية، او في بعض الشقق بيبقى فيها حاجات ثلاثية. ده الكيس، ده اللي كان جوه الكيس اللي هو المشترك الثلاثي، وبنحط فيه الفيشة اللي فيه فيشتغل عادي، تمام. بس وكان معاها كمان، بس انا مش لاقياها، مش عارفه انا وديتها فين. معاها كفر قطيفه لونه اسود للسفر، ممكن تحطي فيه المكوه بتاعتك، ممكن تحطي فيه المكوه بتاعتك وانت مسافره، وتحطي فيها مثلا معاها الخزان، وتحطي معاها زيت الارجان او الميه على حسب ما تستعمليها. طبعا انا سعيده جدا بالتجربه دي، هي من استخدامها سهل جدا وسريعه جدا للشعر المجعد وللشعر الناعم، سريعه ما بتاخدش وقت، تقدري تعملي شعرك كله في اقل من نص ساعه. انا الموديل اللي كان عندي اللي قبلها كان بيبيليس، ماركة بيبيليس اللي هي الأصلية، اللي كانت لونها أسود في ذهبي، مش فاكرة رقم الموديل بالظبط، كانت بتاخد مع شعري وقت طويل شوية، ممكن أقعد مثلا ساعة عشان أخلص شعري لأن شعري تقيل وفتلته تقيلة وطويل. فأما لما جربت رش برش بصراحة أنجزت معايا جدا، غير إنها بتدي لمعة حلوة جدا للشعر بصراحة. يعني انا يعني كانت تجربة كويسة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس، ياريت تدعموني وتكبروا القناة. شكرا ليكم، وهفكركم مرة تانية اشتركوا في القناة واتفرجوا على باقي الفيديوهات، انا بعمل حاجات كتير جربتها او حاجات اشتريتها. ولو ليكم اي تعليق اكتبوه لي في التعليقات وانا هرد عليكم. باي باي.